هيدي التجربة هي أجمل تجربة شفتها بحياتي، ومنها تعلمت الحرية والاحترام والعدل والمساواة. هيدي البيئة هي صورة من داخلك، إذا كان داخلك نظيف فبيئتك نظيفة، وإذا كان جواتك نظيف فبيئتك نظيفة. تعلمت من نشاط مدرسة أجيال صيدا إنه ما أقطع الشجر ولا كب زبالة بالأرض، لأنه إذا عملت هيدي الأشياء السيئة ربنا بحط لنا سيئات وبصير لبنان بشع وبيروح الهواء الحلو نقي وبيجي هواء الكمامة. أنا هلأ بدي أدفش للبنان وخليه أحلى وأجمل، وإذا الواحد قال لي لعبت من زبالي من الأرض بقول له بلم زبالي من الأرض عشان لبنان خليه أحلى وحافظ عليه، وإذا بدكم أعملوا مثلي. لما الناس علمتني على أنه أحترم رفقاتي، فبعد هكل بعد كم أسبوع تغيرت شوي شوي، بلشت أنا ورفقاتي نصير منيح، بطلت أضرب حدا، بطلت أذي حدا، ولغير كل شي بين رفقاتي مش منيح، ما رح خلي حدا يسبك التاني، لأن هيدا شي منه منيح. بدي أحافظ على بيئة لبنان وخليها بأمان، وما خلي حدا يكب أوساخ على الأرض. أنا كطفلة وعندي حقوق بس ما كنت أعرفها، وهلأ صرت أعرفها وعم علي صوتي تحققها. كانت الناس اللي لم زبالة بس كنت بلمون، بس لما تروح كنت بطنش وتكبر على الأرض. لما فتحت على النشاط انعكست المراية وصار من جوا فيها لم زبالة. لما بتقل الناس وما قالت لي بضلني بلمون. The environment is for you, not for others. Keep it clean, keep it healthy.